السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، مرحب بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد سنتحدث فيه اليوم عن معجزات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله. المعجزة الأولى هي القرآن، يعتبر المسلمون أن القرآن هو كتاب الله وأنه أعجوبة وبإعجازه وبحد ذاته، وإن فيه إعجاز أو معجزات. الإعجاز مشتق من العجز، والعجز هو الضعف أو عدم القدرة، والإعجاز مصدره أعجز وهو بمعنى الفوت. والسبق والمعجزة في اصطلاح العلماء هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. وإعجاز القرآن يقصد به إعجاز القرآن الناس أن يأتوا بمثله، أي نسبة العجز إلى الناس بسبب عدم قدرتهم على الإتيان بمثل هذا الكتاب الكريم. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى المشركين أن يأتوا بمثل القرآن، وأن يأتوا بعشر سور من مثله، فعجز عن ذلك بلغاء العرب، وأذعنوا لبلاغته وبيانه، وشهدوا له بالإعجاز، وما زال التحدي قائما لكل إنسان وجن. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. ويقول أيضا الحق سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. ثم أرخى لهم حبل التحدي ووسع لهم فيه غلية التوسعة، فتحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثله، أي سورة ولو من قصار السور، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبقي ذلك التحدي قائما منذ ذلك الوقت ليومنا الحاضر. قد أدرك أصحاب اللغة مقدار قوة الأسلوب القرآني وحلاوته، ولم يدركه إلا من كان مرهف الحس. وهذا الذي حدا بأحد المختصين أن يقول بأن الذي أحس به من ذلك الأسلوب معنى لا يمكن تفسيره. وقد قرر أبو سليمان الخطابي من قبله عدم قدرة العلماء على إبراز تفاصيل وجوه الإعجاز، فقال ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى وجوه الإعجاز من جهة البلاغة، لكن صعب عليهم تفصيلها، وأصغوا فيه إلى حكم الذوق. وقال العلامة ابن خلدون الإعجاز تقصر الإفهام عن إدراكه، وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته، فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه. وكما أن الله أيد أنبياءه ورسله بالآيات والمعجزات، فقد أعطى الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة رآها الذين عاصروه، فآمن من آمن وكفر من كفر. ترك محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة الباقية، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو القرآن. وظهرت آيات بينات في إعجاز القرآن من الناحية اللغوية والبلاغية، بينها الكثير من علماء اللغة قديما وحديثا، وكتبوا المتون وألفوا الأسفار، ولم تزل هذه المعجزة القرآنية باقية تتحدى كل البشر على أن يأتوا بمثله. وظهرت مؤلفات إسلامية كثيرة في العصر الحالي بينت أوجه الإعجاز من الناحية العلمية، وسميت بالإعجاز العلمي للقرآن لكونها تفسر الآيات من الناحية العلمية الحديثة كما يفهمها الناس الآن، لكون العلم هو لغة العصر الحالي. هناك أيضا معجزات كثيرة سأذكر قدر المستطاع منها اليوم، وهي مثلا تحقيق البشارات ببعثته، والإسراء والمعراج، وانشقاق القمر له، وحماية الملائكة له صلى الله عليه وسلم، وسماعه لأهل القبور، مخاطبته لقتلى بدر، وحنين جذع النخلة له، واهتزاز جبل أحد، ونبوع الماء من بين أصابعه، وإضاءة المدينة المنورة لقدومه وظلامها لوفاته. تحقيق البشارات ببعثته، البشارات ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي مجموعة من البشارات التي جاء بها الأنبياء والرسل في الديانة الإسلامية عن بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بحسب كتب التاريخ الإسلامي، فقد كان لهذه البشارات الدور الرئيسي في اعتناق أهل المدينة المنورة للإسلام، كما
أنها كانت السبب الرئيسي في اعتناق عدد كبير من غير المسلمين للإسلام على مر التاريخ، ابتداء من عصر النبوة وحتى العصر الحالي. يعتبر القرآن الكريم تحقق هذه البشارات ببعثة الرسول محمد معجزة من معجزاته وآية تدل على صدق رسالته، فقد ورد في سورة الشعراء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ويؤكد القرآن الكريم كذلك على أن بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صدقت بشارات من سبقه من المرسلين به، فقد ورد في سورة الصفات: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة في دين الإسلام، فهو الرسول الوحيد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وهو الرسول الوحيد الذي منحه الله اسما من أسمائه الحسنى، وهو الرسول الوحيد الذي وضع الله كلامه في فمه وخاطب البشرية كلها من خلاله، كما ينص القرآن الكريم على أنه خاتم النبيين والمرسلين مرسل للبشرية جميعا. الإسراء والمعراج. يعتبر الإسراء والمعراج في العقيدة الإسلامية حدثا ضخما من أحداث الدعوة الإسلامية، سبقته البعثة وجاءت بعدها الهجرة. حادثة جرت في منتصف فترة الرسالة الإسلامية ما بين السنة 11 إلى السنة 12 منذ أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله قد أرسل جبريل ليكلفه برسالة دينية يبلغها إلى قبيلته وهي قريش، ومن ثم إلى البشرية كلها، وأنها تتم وخاتمة الرسالات السماوية السابقة. وحسب التاريخ الإسلامي للفترة هذه والمصطلح على تسمية السيرة النبوية، يعد الإسراء الرحلة التي أرسل الله فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على البراق مع جبريل ليلا من بلدة مكة المسجد الحرام إلى بيت المقدس في فلسطين، وهي رحلة استهجنت قبيلة قريش حدودها لدرجة أن بعضهم صار يصفق ويصفر مستهزئا، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصر على تأكيدها، وأنه انتقل بعد من القدس في رحلة سماوية بصحبة جبريل عليه السلام، أو حسب التعبير الإسلامي عرج به إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، أي إلى أقصى مكان يمكن الوصول إليه في السماء، وعاد عفوا بعد ذلك في نفس الليلة. قال الله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. انشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر. سورة القمر الآية 1. وقد ورد في السنة الكثير من الأحاديث الصحيحة، منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد شهد الناس هذه المعجزة في أنحاء الجزيرة العربية، فإن أهل مكة لم يصدقوا وقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم استدركوا قائلين: انظروا ما يأتيكم به السفار، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وفي اليوم التالي سألوا من وفد إليهم من خارج مكة، فأخبروا أنهم قد رأوه منشقا، وقد شهد الناس انشقاقه خارج الجزيرة العربية. قد يقال إن انشقاق القمر ليس شيئا مستحيلا، فالعالم قد شاهد انشقاق مذنب بروكس شقين في سنة 1889 ميلاديا، وكذلك انقسام مذنب بيلا إلى جزئين سنة 1846 ميلاديا، كما ذكر الفلكي سبنسر جونز في فصل المذنبات والشهب من كتاب عوالم بلا نهاية. وفي الإجابة يقال: الفرق بين انشقاق القمر وانشقاق هذين المذنبين أنهما لم يلتئما بعد الانشقاق، والقمر التأم، وهو الفرق المنتظر بين الظاهرة الفلكية في الفطرة والمعجزة الفلكية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزة تزول بزوال وقتها وتحقق الغرض منها، ولو استمرت لكانت ظاهرة طبيعية صرفة ولا خرجت من دائرة المعجزات. حماية الملائكة له صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟
أي هل يصلي جهارة أمامكم؟ فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لا طئن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، فما فاجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه وأخذ يقي وجهه بيده، فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وأجنحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ومعنى عضوا عضوا أي الملائكة تأخذه عظمة عظمة. وأنزل الله في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية. معجزة أخرى من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه لأهل القبور. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبلال رضي الله عنهما يمشيان بالبقيع، فقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا بلال تسمع ما أسمع؟ قال لا والله ما أسمع. قال ألا تسمع أهل القبور يعذبون؟ ومن معجزاته أيضا صلى الله عليه وسلم مخاطبته لقتلى بدر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة بدر هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، وضع يده على الأرض، وقال هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، وضع يده على الأرض، فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ تلك الحدود. جعلوا يصرعون عليها ثم ألقوا في القيد، وجاء رسول محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد الله حقا؟ قالوا يا رسول الله تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا علي. هناك أيضا معجزة وهي معجزة حنين جذع النخلة له. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، فلما صنع له منبرا ترك الجذع وصعد إلى المنبر وراح يخطب في الناس، فإذا بالجذع يئن أنينا يسمعه أهل المسجد جميعا. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته وقطعها وضم الجذع إلى صدره وقال هد جذع إن أغرسك فتعود أخضرا يؤكل منك إلى يوم القيامة، وأدفنك فتكون رفيقي في الآخرة. فقال الجذع بل أدفني وأكون معك في الآخرة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه حينما توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا نقول يا رسول الله إن جذعا كنت تخطب عليه فتركته فحن إليك، كيف حين تركتنا لا تحن القلوب إليك. هناك أيضا معجزات أخرى لكن الوقت ضيق اليوم، وسنتحدث عنها في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى. تدعونا في حلقة قريبة إن شاء الله. عافانا الله وعافاكم. كان معكم المهندس أشرف أسامة من قناة المتواضعة على اليوتيوب.